منذ أن صدرت حكايات الأطفال والبيت للأخوين جريم قبل 20 سنة في طبعة متواضعة تحوي 83 حكاية فقط، لم يتوقف طبعها وترجمتها واقتباسها للتلفزيون والسينما والمسرح. فمن النادر أن لا نجد بنتا لم تحلم أن تضيع فردة حذائها ليعثر عليها الأمير مثل سندريلا، أو طفلا لم يتمنى أن يكون مع الأقزام السبعة ليساعد بياض الثلج. ولا يزال الذئب الشرير يعترض طريق ليلى ذات الرداء الأحمر. هذه القصص ومئة قصة أخرى موجودة في طبعة الكتاب النهائية جمعها لنا الأخوان جايكوب وويلهام جريم من الفولكلور الألماني. أمينا المكتبة المتخصصان في علوم اللغة كانا ملعين بالحكايات الشعبية والخرافات، قضيا سنوات طويلة في جمع حبات كتابهم في شكل عقد جميل جعل الكبار والصغار لا يتوقفون عن الحلم منذ سنة 1812. الغريب أن هذه القصص الخيالية لم تكن متخصصة للأطفال بل كانت للكبار، وهي ليست مطابقة تماما لما نقرأه الآن. فتوالي الطبعات ساهم في تهذيبها، كما كانت خالية من الرسوم التوضيحية، وفيما بعد ظهرت الطبعات التي أبدع رسمها فنانون ألمان ومنهم الأخ الأصغر للأخوين جريم. حاول النازيون في الحرب العالمية الثانية استغلال تلك القصص لصالح أفكارهم، غير أن عالمية الحكايات وإنسانيتها تمنعت عن التحجيم والتصنيف وأصبحت أيقونات لم تتعب السينما العالمية من الاقتباس منها. هذه الحكايات التي بدأت خجولة فنشرت 900 مرة فقط من طبعتها الأولى، ترجمت إلى أكثر من 160 لغة وبيع منها 1,000,000 نسخة. ولكن الأهم من ذلك أنها جعلت الكبار والصغار يحلمون. لن أحكي لكم ملخص الكتاب حتى لا نوقظ الأميرة الجميلة النائمة.